السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص فروض المراقبة المستمرة، الفروض الأولى، الدورة الأولى، المستوى السادس ابتدائي، الموسم الدراسي 2022-2023. إذا كنتمنى أنكم تدعموا القناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، الدروس والفروض وكذلك الامتحانات الإشهادية بالنسبة للتلاميذ ديال السادس ابتدائي وكذلك ديال الثالثة إعدادي. إذا اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم فرض مادة النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي، ضبط الفرض الأول، الدورة الأولى. إذا عندي هنايا 5 ديال الأنشطة، 4 ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية، وذلك في إطار التناوب اللغوي اللي عندكم في الكتب المدرسية ديال المواد العلمية، النشاط العلمي وكذلك الرياضيات. إذا غادي نبداو بكل بساطة الإنجاز ديال هذه الأنشطة اللي هي بسيطة جدا وسهلة جدا، فقط خصكم تتبعوا معايا. اذا النشاط الاول، املأ الفراغ او الفراغات بما يناسب. اذا كنتكلموا على الفراغات، اذا عندي شحال عندي ديال الفراغات؟ عندي 3 ديال الفراغات وعندي 3 ديال الكلمات غادي نكمل بها. الكلمات اللي غنكمل بها عندي خواصها، شكلها، تركيب، وعندي 3 ديال الفراغات. اذا الفقره هي هذه: خلال التحول الفيزيائي تتغير الماده في. اذا حنا في الدرس ديال النشاط العلمي ديال التحولات الفيزيائيه والتحولات الكيميائيه، تعرفنا الفرق ما بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي. قلنا التحول الفيزيائي هو تحول انعكاسي، يعني يمكنه ان يعود الى حالته الاصليه، بينما التحول الكيميائي هو تحول غير انعكاسي، لا يمكنه ان يعود الى حالته الاصليه. وبالتالي التحول الفيزيائي تتغير الماده في شكلها. نعم، اذا في التغير الفيزيائي الماده كتتحول فقط في الشكل وليس في التركيب، وليس في تركيبها، ولا تتغير خواصها. اذا الخواص ديال هذه الماده لا تتغير. اذا هذه كتخص التحول الفيزيائي. خلال التحول الفيزيائي تتغير الماده في شكلها وليس في تركيبها ولا تتغير خواصها، الخواص ديالها ما كتغيرش. خلال التحول الكيميائي يتغير، في التحول الكيميائي يتغير تركيب الماده. نعم، يتغير تركيب المادة. إذا خلال التحول الكيميائي يتغير تركيب المادة وتتغير خواصها. إذا في التحول الكيميائي تركيب ديال المادة يتغير. مثلا نعطيكم مثال ديال التفاحة. التفاحة عندما تتعفن، تعفن التفاحة هو تحول كيميائي، هل يمكنها أن تعود إلى حالتها الأصلية، أن تعود كما كانت ويمكن أكلها؟ لا يمكن. بالتالي يتغير تركيبها، يتغير لونها، يتغير شكلها، وكذلك تتغير خواصها. إذا نمر الآن إلى النشاط الموالي وهو نشاط خاص بصحيح أو خطأ. إذا ثانيا ضع علامة أمام خانة صحيح أو خطأ. إذا علامة في غادي نوضعها أمام العبارات. العبارة إذا كانت صحيحة غادي ندير علامة في صحيح، وإذا كانت خطأ غندير علامة في خطأ. إذا عندي 3 ديال العبارات. العبارة الأولى: تسوس الأسنان تغير كيميائي. تسوس الأسنان تغير كيميائي صحيح. لماذا؟ لأن الأسنان لا يمكنها أن تعود إلى حالتها الأصلية، وبالتالي تسوس الأسنان هو فعلا تغير كيميائي. يعتبر انصهار الجليد تغيرا كيميائيا. إذا يعتبر انصهار الجليد، إذا الجليد عندما ينصهر يصبح ماء، ويمكن ذاك الماء يصبح عاوتاني جليد. إذا هو تحول فيزيائي وليس كيميائي، بالتالي هذه العبارة عبارة خاطئة. إذا الصحيح ديالها هو يعتبر انصهار الجليد تغيرا فيزيائيا. العبارة الثالثة والأخيرة: يتدخل ثنائي الأكسجين في احتراق الأجسام داخل الهواء. وهذه عبارة صحيحة. لماذا؟ لأن ضروري وجود الأكسجين لحدوث احتراق الأجسام داخل الهواء، لأنه ذيك ثنائي الأكسجين أو لا O2 مهم جدا في الاحتراق وأهم شيء في الاحتراق. ندوزو النشاط رقم 3 وهو نشاط بسيط جدا دائما. إذا أتمم الشكل بالغازات المكونة للهواء. عليه 3 ديال النقط. إذا هذا الشكل هذا يمثل نسب الغازات في الهواء. إذا النسب ديالاش؟ ديال الغازات. الغازات اللي كنعرفو فين النسب ديالهم؟ النسب ديالهم في الهواء. نعم، وعندي واحد الشكل هنا، يلاحظ واحد الكمية كبيرة تمثل 78% باللون الأزرق، وهنا واحد الكمية متوسطة 21% باللون الأحمر، وواحد النسبة مهملة ديال الغازات نسبتها 1%. إذا نبدأ بالنسبة الكبيرة وهي 78%. إذا غنكتبو 78% هي ثنائي الأزوت. إذا ثنائي الأزوت نكتبها
ثنائي الأزوت. إذن ثنائي الأزوت باللغة الفرنسية هو ديازوت. اكتبوها حتى باللغة الفرنسية ديازوت. ديازوت. إذا ثنائي الأزوت اللي هو ديازوت اللي هو النسبة أو اللي هو الغاز اللي النسبة ديالو أكبر في الهواء. إذا نسبة 78% من ثنائي الأزوت. نمر إلى النسبة الموالية وهي نسبة 21% باللون الأحمر، وكنتكلموا هنايا على الأكسجين. إذا ثنائي الأكسجين. ثنائي الأكسجين، نعم ثنائي الأكسجين اللي هي O2، داكوغ، ثنائي الأكسجين اللي هو O2 اللي هو بالفرنسية ديوكسيجين. ديوكسيجين، إذا ديوكسيجين، إذا ثنائي الأكسجين O2 ديوكسيجين. ندوزو الآن 1%، 1% كتمثلها غازات أخرى. ملي كنتكلمو على غازات أخرى، غازات أخرى بحال ياش، بحال السي أو دو مثلا، بحال السي أو دو مثلا، ناخذ مثال ديال السي أو دو. إذا الهواء كيتكون من ثلاثة ديال الحاجات أو ثلاثة ديال الغازات، 78% ديال الأزوت، 21% ديال الأكسجين، و 1% ديال غازات أخرى. صحيح؟ إذا غازات أخرى. نمر إلى النشاط الرابع وللسؤال الرابع، لاحظوا معي دائما. إذا للاحتراقات مخاطر عديدة، أذكر أربعة منها. إذا الاحتراقات، إحنا كنعرفوا بأن الاحتراقات عندها مخاطر عديدة، كثيرا ما تحدث في فصل الشتاء حوادث مرتبطة بالتدفئة تؤدي إلى وفيات بسبب مخاطر الاحتراق كما كنعرفوا، مع العلم أنه يمكن تفادي هذه المخاطر إذا ما تم تعرف أسبابها وطرق الوقاية منها. إذن أولا نعرفوا المخاطر. المخاطر عندنا حدوث حريق، نعم الحرائق، حدوث انفجارات، انفجار، نعم انفجار، ثم ايضا ثالثا عندنا ممكن ان يحدث اختناق. اختناق كيحدث اختناق في مثلا في فصل الشتاء، كيدخلوا الناس يدوشوا مثلا في الدوش، وكيدخلوا معهم بوطه صغيره ولا مثلا مجمار ديال الفاخر، وكيحدث اختناق. ثم رابعا عندنا تسمم. تسمم. اذا اربعه ديال المخاطر اللي هي صعيبة بزاف واللي كتؤدي إلى وفيات عديدة كل سنة في فصل الشتاء، تحدث حوادث مرتبطة بهذه التدفئة وكذلك بالطرق الأخرى. إذا حريق أو الحرائق، انفجار أو انفجارات، اختناق أو اختناقات، والتسمم أو التسممات، حدوث تسممات. نعم نمر إلى النشاط الأخير وهو النشاط الوحيد اللي باللغة الفرنسية. لا كيستيون 5، parmi les exemples de transformation physique. إذا من بين الأمثلة ديال التحولات الفيزيائية، لا كومبسيون دو شاربون، لا غوي دو فير، أو بيان لا ديسوليسيون دو سيل دون لو. إذا هنايا بالنسبة للتحولات الفيزيائية عندنا فقط تحول فيزيائي واحد اللي هو هذا. واحد. إذا هادو بجوج بهم سو سون دي ترانسفورماسيون شيميك، داكوغ؟ إذا هنايا parmi les exemples de transformation physique، يعني من بين الامثله ديال التحولات الفيزيائيه غادي نتساراو على لا ديسوليسيون دو سيل دون لو، يعني ذوبان الملح في الماء. لان ذوبان الملح في الماء هو تحول فيزيائي، بينما هادو بجوج هما تحولات سون دي ترانسفورماسيون دو ترانسفورماسيون شيميك دو ترانسفورماسيون شيميك، تحولات كيميائية، تحولات كيميائية. إذا وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرد من فروض النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي الدورة الأولى الموسم الدراسي 2022-2023. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.